عندما تمتلئ خلايا الجسم الدهنية بالدهون تفرز هرمون يسمى الليبتين، يحمل إشارات إلى منطقة في الدماغ تسمى تحت المهاد. الرسالة التي يحملها هذا الهرمون للدماغ بأنه ليس بحاجة لمزيد من الطعام، عندها تقل الرغبة في الأكل. ولأن الخلايا الدهنية هي من تطلق هذا الهرمون، فكلما زادت كمية الدهون في الجسم زادت كمية الليبتين في الدم المتوجهة إلى الدماغ. رسالة هذا الهرمون هو الحفاظ على الوزن، كما أن هذا الهرمون يجعل من الصعب فقدان الوزن بالنسبة لمتبعي الحميات الغذائية. عندما يضغط الشخص على نفسه للأكل رغم الإحساس بالشبع وتزيد مستويات الليبتين في الدم المتوجهة إلى الدماغ بعد زيارة الدهون، تبدأ منطقة تحت المهاد في الدماغ في عدم الاستجابة إلى رسائل الليبتين، وتحدث عندها مقاومة للليبتين فتمتنع عن استقبال هذا الهرمون. في هذه الحالة لا يتلقى الدماغ رسائل من الدهون بوضعها الحالي، فيعتقد أن الجسم يعاني من نقص في الدهون أو أنه يعاني من المجاعة، فيرفع الدماغ مستوى الشهية والرغبة في الأكل أكثر. أثناء هذه الحالة حتى مع الأكل لا يشعر الشخص بالشبع لأن رسائل الليبتين لا تصل للدماغ، لكنه يتوقف عن الأكل بسبب انتفاخ بطنه وعدم تمكنه من تعبئة المزيد. يعتقد بعض الأطباء أيضاً أن زيادة السكر في الدم تزيد من نسبة هرمون الأنسولين، وكثرة الأنسولين تتسبب في منع وصول رسائل هرمون الليبتين إلى الدماغ، فيعاني من نفس حالة عدم الشعور بالشبع. في هذه الحالة إذا تم خفض نسبة السكر في الدم ينخفض الأنسولين وترجع مستويات الشهية بشكل طبيعي. هناك حالة نادرة للغاية تسمى نقص الليبتين الخلقي، وهي حالة وراثية لا يستطيع الجسم إنتاج هرمون الليبتين فيها، ينتج عنها تناول غير منضبط للطعام وسمنة مفرطة لدى الأطفال. كما أن نقص الليبتين يتسبب في تأخر البلوغ وضعف وظيفة الجهاز المناعي. يمكن علاج هذه الحالة عن طريق حقن الليبتين، والتي تتسبب في نقص الوزن بشكل كبير. شاركوا هذه المعلومات أصدقائكم واشتركوا في قناة إفادة حتى تصلكم معلومات مفيدة.